والحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثامنة. نبارك لكم بالطبع حصول وزارة التربية والتعليم على هذا المنصب يعني بالنيابة عن طبعا الدول العربية، وهو إنجاز جديد. ونود أن تخبرنا ماذا يعني فوز المملكة بعضوية مكتب التربية الدولية التابع لمنظمة اليونسكو. أولا مساء الخير أخي الكريم، وكذلك التحية لمشاهدين تلفزيون مملكة البحرين. في الواقع إضافة إلى فضلتم به في هذه النشرة عن هذا الموضوع، أحب أؤكد على نقطتين مهمة. الأولى نقطة مهمة هي يؤكد السمعة الدولية التي حصلت عليها مملكة البحرين، لأن هذه الانتخابات وهذه اللجان وعضوية المكاتب كلها تمت بحضور المجتمع الدولي، ممثل في الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، وأولا ثقة الدول العربية وثقة العالم بأن يعني تكون مملكة البحرين متواجدة في هذا المكتب الذي يعتبر من المكاتب الأساسية لمنظمة اليونسكو، وهو مؤسسة تعتبر تقوم بدور مهم وتلعب دورا أساسيا فيما يتعلق بعلاقة اليونسكو مع التعليم الذي هو يشكل إحدى الدعامات الرئيسية لهذه المنظمة. فكما تعلم أخي الكريم أن هذا المكتب مكتب قديم له عراقة تاريخية وله أيضا اجتهادات ودراسات ونجاحات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وتطويرها وتطوير تحصيل الطلبة والمعلمين. أعتقد أن البحرين وجودها في هذا المكتب ممثلة للدول العربية ونيلها لثقة جميع دول العالم، هذا يؤكد السمعة الطيبة التي حصلت عليها مملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. نعم بالتأكيد، هو يعني وجود مملكة البحرين في هذا المكتب وهي تمثل الدول العربية، إذا ما هي سعادة الوزير طبيعة المهام التي ستطلع بها مملكة البحرين في إطار هذه المنظمة؟ ممكن أخي أن نقدر نوجزها في شقين. الشق الأول كما تعلم أن وزارة التربية والتعليم بدعم من قيادتنا الحكيمة تمر بمرحلة مهمة جدا في تاريخ التعليم، وهو إعادة هيكلة الوزارة. وهذه العملية لها برامج ومبادرات منبثقة عنها، ومنها تطوير المناهج. لا شك أن وجود مملكة البحرين في هذا المكتب الذي يحتوي على العديد من الخبراء وأصحاب التجارب، ونحن على مقبلين على تطوير التعليم بما يتناسب ومع متطلبات القرن 21 من مهارات وأيضا مشاريع تطويرية سوف نستفيد من ذلك. كما أن وجود مملكة البحرين في هذا الجانب يعطيها أيضا بعدا دوليا، لأن بتكون شريكا أساسيا في أعمال المكتب وتوجيه أعمال المكتب، وهذه أيضا يسهم في بناء القدرات الذاتية لمملكة البحرين وكلها تواجد على الساحة الدولية أيضا. نعم كل التوفيق لكم سعادة الوزير. شكرا لك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا.